استقبلت قوات سرايا السلام في سامراء حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، واطلع على مجريات الأوضاع الأمنية في قاطع المسؤولية ومحيطه. وأشاد الزاملي بدور السرايا ومساندتهم للقوات الأمنية وتأمينهم لمدينة سامراء ومشاركتهم في تأمين عدد من المناطق التي تقع خارج مسؤوليتهم. كما قام الزاملي بزيارة بعض القطاعات الأمنية بما فيها القوى النهرية.